نشكروا شركة ستريم على هذه المبادرة اللي نمو الأولى هنا في الجزائر. نظر يكونوا كان مبادرة واحد أخرين ما إحنا ما نشوفوهمش، نسمعوا بلي كان طنبولة بصح اللي يربح ولا تصبحت في الفيسبوك. كي تصبحت في الفيسبوك ست هذا الاخر سجلت، ما كنتش زعما داير باللي هذه باللي هذه الحاجه كاينه. نشكر العمال والشركات هذه مؤسسه ستريم ونتمنى لها النجاح ان شاء الله. المبادرة اللي دارتها سريم، ونشكر سريم، نشكر سريم بزاف بزاف على المبادرة اللي دارتها. نكملوها كاع مع سريم حتى للثانية إن شاء الله. والله غير فرحت، أول مرة في حياتي نربح حاجة.